ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتطمنوا بلايك عشان يوصل لكم الجديد. وإعلان وفيكم بأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في السوق الموازية اليوم السبت 29/6/2024. مبدأ الدولار الأمريكي 48.10 شراء، 49.10 جنيه للبيع. اليورو 51.59 جنيه شراء، 52.66 جنيه للبيع. الليرة التركية 1.46 جنيه شراء، 1.49 جنيه للبيع. الريال السعودي 12.89 جنيه شراء، 13.15 جنيه للبيع. دينار الأردني 67.96 جنيه شراء، 69.37 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي 13.01 جنيه شراء، 13.38 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني 60.91 جنيه شراء، 62.17 جنيه للبيع. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في السوق السوداء اليوم السبت 29/6/2024. لا تنسوا الاشتراك في قناة حزر الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.